في الكتاب مريم إذ التبتت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن فلك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم نك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فعملته فالتفتت به مكانا قصيا فأتاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه قالوا كيف تكلم من كان في المهد سفيه